النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. بعد يومين من اليوم، يوم الاثنين 21/6، يبدأ الانقلاب الصيفي، أي يبدأ فصل الصيف من الناحية الفلكية. يذكر سابقا بأن فصل الصيف يبدأ في علم الأرصاد في الأول من شهر حزيران، ولكن من ناحية علم الفلك يبدأ فصل الصيف في 21 من شهر 6. بعض الحقائق السريعة عن فصل الصيف أو الانقلاب الصيفي الذي يحدث بمناسبة في نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية. هذا الفصل أو هذا الانقلاب الصيفي سيبدأ يوم الاثنين في 21 من شهر حزيران في شهر 6 لهذا العام. يستمر الانقلاب الصيفي وفترة فصل الصيف فلكيا حوالي تقريبا 93 يوما حتى 22 من شهر 9 شهر سبتمبر أيلول. وأيضا يكون يوم الاثنين هو أطول النهار أو أطول ساعات نهار في السنة وأقصر ساعات في الليل. أيضا إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الفترة هي من الناحية المناخية في المملكة الأكثر سخونة والأكثر دفئا، وتتكرر بها ارتفاعات في درجات حرارة تصل في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان إلى ما يسمى بموجات الحر. في الأردن أيضا يندر هطول الأمطار خلال فصل الصيف، ولكن تعيش المملكة أحيانا في بعض الليالي أجواء مائلة للبرودة بشكل عام، وتعتبر طبعا المملكة مناخا منعشا ومميزا جدا خلال فصل الصيف. توقعات درجات الحرارة بالمناسبة بظل وجودنا في بدايات فصل الصيف من الناحية الفلكية أو حتى في علم الأرصاد، ما زالت درجات الحرارة لم ترتفع إلى المستويات المعتادة، حيث ما زالت الأجواء مائلة للبرودة. كما نلاحظ على خرائط توزيعات درجات الحرارة، هذه الألوان تنم على الألوان التي وجود فيها درجات حرارة أقل من المعدلات. كما نلاحظ وجود هذه المناطق ذات درجات حرارة أقل من المعدلات بالقرب من المملكة يعمل على جعل الأجواء في ساعات الليل مائلة للبرودة وفي ساعات النهار معتدلة إجمالا. هذه الألوان الداكنة باللون الخمري أو لون الأحمر الداكن ينم على وجود كتل هوائية حارة بل شديدة الحرارة في منطقة شبه الجزيرة العربية، ما زالت بعيدة، يوجد بها بعض الجيوب باتجاه المملكة، ولكن الجزء الأكبر من المملكة تحت تأثير الكتل الهوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات. فيما إذا ذهبنا للأيام القادمة كما نلاحظ تبقى المملكة على ما هو عليه الحال، هناك اقتراب بطيء للكتل الهوائية الحارة باتجاه البادية الجنوبية والبادية الشرقية من المملكة بشكل عام. عموما هناك تفاصيل أكثر في النشرة الجوية الأسبوعية سنتحدث بها عن طقس هذا الأسبوع، حيث من المرتقب أن يكون هناك تغييرات هامة جذرية في درجات حارة عندما نتجه باتجاه عطلة نهاية الأسبوع. بالعودة للأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة عمان وسائر المحافظات درجة حارة هذه الليلة 16 درجة مئوية، وبالتالي عندما نقول 16 درجة مئوية نعني بأن الأجواء تبقى مائلة للبرودة في ساعات الليل، وتستوجب لبس بعض الملابس الثقيلة خاصة في المناطق المكشوفة والمفتوحة بشكل عام. أما بالنسبة للأحوال الجوية خلال الثلاث أيام القادمة فلا تغييرات كبيرة يتوقع أن تحدث على الأجواء. تكون يوم الأحد 28 درجة مئوية، وكذلك الأمر هو يوم الاثنين، ترتفع قليلا يوم الثلاثاء إلى 29 درجة مئوية في العاصمة. ليلا درجات حرارة حوالي تقريبا 19 درجة مئوية طيلة الليالي القادمة، بمعنى آخر أن هذه الليلة تكون الأبرد نسبة لليالي القادمة، حيث تعاود درجات الحرارة للارتفاع. بالمناسبة درجة الحرارة معدلها في العاصمة عمان في مثل هذا الوقت تقريبا يتجاوز 31 درجة مئوية، وبالتالي عندما نقول 28 و 29 درجة مئوية هي أقل من المعدلات المعتادة، وبالتالي الأجواء تكون معتدلة بل أحيانا توصل بأنها أكثر كونها قريبة إلى الربعية من إلى الصيفية. الآن نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد 29-18، المفرق 31-19، في جرش 30-20، وفي عجلون من 28-17 درجة مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة عمان 28-19، في السلط تقريبا حوالي 28-18، في مأدبة من 29-19 درجة مئوية، في الزرقاء من 31-21 درجة مئوية. أما في البحر الميت فترتفع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء طبعا أكثر حرارة من سائر المناطق، والصغرى ليلا حوالي 27 درجة مئوية.
في المناطق الجنوبية في الكرك 28-18، في الطفيلة 27-18، في جبال الشراء من 25-17، في معان من 31-20. أما في خليج العقبة فالأجواء أيضا حارة بعض الشيء، ترتفع إلى 37 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى الليل حوالي 27 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الشرقية من المملكة تكون في الواجهة 37-21، والأجواء هناك حارة. في مناطق البادية الشرقية تكون 36-21 في الصفاوي، وفي الأزرق من 36 أيضا إلى 21 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.